بقت حزينة على ابنها يعني. أنا بصت دماغهم الاتنين وطابتها وخدتها في حضني وقلت لها دول ولادنا في الجنة ومتجوزين من الحور وواقفين لنا بعد كده على باب الجنة ياخدوا بإيدينا، وساعة ما هنموت مش هنتحاسب، هياخدوا إيدينا تعال يا ماما الجنة مفتوحة لك. فدي تعيطي ليه؟ قالت لي وحشني، قلت لها وأنا كمان وحشني، بس ده تمن الجنة ان انا يوحشني وعيط وابقى افتكره كل شويه واقضي بقى السنين اللي لغايه ما هشوفه دي صعب عليا طبعا، كل يوم بفتكره كل شويه بعيط وكل شويه يعني. خالد لغايه دلوقتي انا كانه امبارح ومش مصدقه اللي جرى. انت حاطه صورته في السلسله حتى اللي انت لابساها على طول، المخده اللي بنام عليها فيها صورته، المخده اللي انت بتنامي عليها. ما بنامش الا وهي في حضني، انا نسيت بس جبتها لما العربيه قالت تحت. مدام ليلى معلش اسمحيني اسالك، ايه اللي مديكي القوه دي؟ القوه ان انا ربيت خالد، انا ام واب لانه كان ابوه ميت وهو عنده 6 سنين. فبعد ما ربيت 20 سنه او 22 سنه ربيت، خليت راجل حلو قدامي ورسالتي خلصت، ياخدوه مني في نص ساعه يعني، تعب ده التعب ده كله يروح في ثانيه من غير سبب يعني. ده لو عامل ايه كانوا خدوه حكموه، لكن تقتله في الشارع قدام الناس والناس بتتفرج عليه وبعدين نص ساعة ويقولوا ده في المشرحة كده على سهو كده على سهو. طلعت البيت انادي عليه مش لاقياه، ادور عليه واقول يا خالد يا خالد مش لاقياه. طب هو فين؟ قالوا في المشرحة في المشرحة. طب وروني فين خالد؟ قال لازم اشوف خالد، مش هنام غير لما اشوفه. رحت المشرحة الساعة 3 والراجل طبعا الحارس قاعد لوحده وقاعد على باب المشرحة مش راضي يفتح لي الباب. فابني أحمد كان معايا وصاحبه، فقال له حرام بس عشان تنام افتح لها الباب. فتح لي بالعافية، قال لي بس ما تجيبيش سيرتي. قلت له لا مش هقول عليك حاجة يا ابني. بس دخلني فتحوا لي بقى باب كبير قوي وخالد جوه لوحده على ترولي صغير كده وعريان لابس تيشيرت وشورت كده صغير مش بتوعه، واخدين هدومه كلها وجنبه خرطوم وميه كتير غسلينه عشان ما تبانش الدم اللي عليه، يضيعوا المعالم الجريمه. حتى الكوتشي بتاعه وحاجته ومحفظته وفلوسه وكل حاجته وذهبه كان في صدره سلسلة وأنسيال وخاتم كل حاجته وخدوها. وتحت راسه قرص دم ناشف متلج، قرص دم كده تحت راسه. وبعدين أنا كنت دخلت خطوتين وما قدرتش أكمل لأن التلج وجع لي عظمي عشان عندي روماتيزم. فأحمد دخل وراح بايس إيده وراح مصوره في ساعتها. هي الصورة دي اللي هي بتطلع. الصورة اللي طلعت عن النت هي دي. بتتكلمي على الموضوع ده كأنه مع انه الوقت ده بقاله حوالي سنة ونص كأنه دلوقتي او اكتر، بس كأنه مثلا دلوقتي. حصل النهاردة طبعا كل يوم بشوفه وبصحى عليه. انا بصحى من النوم اسم الله حبيبي اسم الله حبيبي اسم الله، وانا سامعه وهو بيصرخ بيصرخ بيصرخ، وبعدين اقول اسم الله حبيبي اسم الله، وبعدين افتح اقول ده خالد ميت مش عايش. طب خليك يا خالد نايم، هتقوم تعمل ايه دلوقتي؟ تقوم تعمل ايه في وسط الوحوش دي؟ ده احنا ده انت كده مستريح، خليك يا ابني انا كده مطمن عليك اكتر، لان هما وحوش فعلا. اللي عمل فيه كده وحش مش بني ادم، ده لو يهودي مش هيعمل كده فيه. كنت بتنادي على خالد في ميدان التحرير؟ بنادي عليه طبعا في ميدان التحرير وبشوفه. انا شفته ايام يعني ده حصل؟ الثوره كان معدي بحصان اخضر كده بيعدي وبيروح وبيجي وبيروح بحصان ايام الثوره. ماليه وبعدين بشوفه في السماء وهو بيضحك على وبيشاور لنا وبيضحك. وساعه التنحي بالظبط واحنا بنضحك وفرحانين بقيت شايفاه بيضحك معانا. مشهد جميل. الواحد حاسس يعني رغم ان هو المفروض يبقى محايد، بس حط نفسك مكاني مش هتعرف تبقى محايد، جسمك هيقشعر وانت بتسمع كلام
ومش انا بس اللي أم شفته. ام مينا وام خالد وهم بيتكلموا عن تجربه انسانيه ازاي كل واحده فقدت ابنها. هشوف اخواتهم طيب برضو شهادتهم ايه على الموضوع. ومتهيألي ميري اخت مينا الله يرحمه يعني تقدر تحكي لنا برضو اكتر، لانها واضح انها كانت مرافقه لي في حتى لغايه اخر اللحظات، ولا انا غلطان يا ميري؟ لا كنت معاه في مسبيو. يا ريت تحكي لي عن اليوم ده. هو اليوم ده كنت انا كنت شفته يوم الجمعه، خرجنا مع بعض وقعدنا شويه بره، وقال لي ماما انا نفسي اكل ملوخيه من ايدي. قلت له حاضر يا حبيبي، فعملت له فعلا. قال لي هجي لك لحد الصبح. جال الحد وعملت له الاكل اللي نفسه فيه، ملوخيه وحمام، وعملت له مكرونه ورز وكان معاه حد من اصحابه، اكلوا كده وقعد معايا وقت حلو. لقيته في اليوم ده بيحضني اكتر من مره حبيبي، وهو ياخدني في حضنه. وبعد كده جت الساعه 2:30، فبقول له طب استنى عشان اختك شيري، انا قاعده في الزيتون، فبقول له طب استنى نستنى نتصل باختك عشان عايزه تروح معانا. فقال لي لا يا ماما انا هسبقكوا وانت هاتي شيري وتعالي واتصلوا بيا من هناك وهقابلكوا هناك. فعلا اتصلت باخته وقالت لي طب انا نازله على طول، وفعلا قابلتها وحصلناهم يعني. اتصلت انت فين يا مينا؟ قال لي انا قدام يا ماما. قلت له طب احنا واقفين ورا. قال لي طب خلص انا هحاول اجي لكم، بس احنا في المسيرات اللي زي كده بيبقوا عاملين كورديون للستات عشان يعني حفاظا عليهم. فاحنا كنا ماشيين وسط الكورديون، بس ما شفتوش يعني، ما شفتوش غير وهو وهو جوه يعني. وهو يعني ميت. وهو ميت في المشرحة يعني. مينا كان اكيد عنده نشاط سياسي، كان مشارك في ثورة 25 يناير. كان له طموحات واحلام كشاب مصري. كان ايه طموحاته كشاب مصري؟ مينا كشاب مصري حتى المقولة المشهور بها دعني اتنفس حرية. دعني اتنفس حرية. مينا كان بيدور على الحرية. كان يعني ايه اللي نزله يوم الحد ده؟ كان نازل بهدف ايه؟ وطنه مصر. هدف مصر، عايز مصر تبقى حلوة. عايز يعيش اللي هو اللي اي شاب بيتمناه، ان هو يعيش برا. لا هو العيشة بتاعت برا، لا انا عايشها في بلدي. يعني كان هو غير الشباب اللي بيحبوا يهاجروا وكده، ما كانش عنده لا اي رغبه في الهجره. لا لما بكلمه، لما الكل بقى كان بيتكلم على الحمايه الدوليه والقصه دي، فبقول له الحق يا مينا ده في حمايه دوليه. قال لي نهار ما حد يجي من بره يحميني انا هضرب نفسي بالنار. نهار لما يجي حد من بره، لما حد يجي يحميني من بره اضرب نفسي بالنار. يعني هو ما كانش موافق خالص مع كلام من انا حاولت من على فكره الكلام ده كان اتقال اظن من وزير خارجيه امريكا اعتقد. يعني كان في شويه كده ان في حمايه دوليه والقصه دي. فانا بقول له احتمال يعني، فقال لي انا نهار ما حد يجي يحميني من بره اضرب نفسي بالنار، احنا مش محتاجين حمايه من بره. فمينا بيحب مصر، كان حب مصر هو شغله الشاغل، كان نفسه يعيش المواطنه الكامله في بلده، يعيش الحريه الكامله في بلده. يعيش زي اي حد يعني، زي الشباب يعني، طموح عنده طموح ان هو يعيش عيشه كويسه، يبقى مواطن من الدرجه الاولى زيه زي اي حد تاني. الله يرحمه ويحسن اليه. زهره شقيقه خالد سعيد، والده مينا من شويه لو تفتكري كنا بنتكلم وقالت لي ان اصحابه المسلمين يعني زفوه، حتى قالت يعني يمكن كانوا واقفين معاه زيهم زي اصحابه المسيحيين. والكلام ده يعني ساعة لما كان في الجنازة في ميدان انا كان في اصحابي كانوا في ميدان التحرير معاهم هم بيزفوا، وده كان اظن كان توصية او كان طلب من مينا نفسه ان جنازته طلعت تطلع من الميدان، ولا انا غلطان؟ لا صح. اخر نفس قالوا انا عايزه اتزف من ميدان التحرير. حطوا له علم مصر. حطوا له علم مصر على الصندوق ويزفوه من ميدان التحرير. وكان كاتب اسمه من ضمن اسماء الشهداء، يحطوا يلفوه بعلم مصر ويتزف من ميدان التحرير. زهره انت لما سمعتي الجمله دي كان وقعها ايه عليكي؟ انا كل ما كنا بننزل التحرير كنت بقول لها الروح اللي موجوده في الميدان ده مش موجوده في اي حته تانية ولا في اي مظاهره تانية.
روح غريبه، تحس ان كل اللي ماتوا ارواحهم موجوده في الميدان ده. فكنا ما كنا بنروح كنت برتاح نفسيا. فاكيد كل اللي راح نزل التحرير بيبقى عايز يطلع من هناك، يعني فعلا الحاله نفسها بتاعت الميدان حتى لو رحتوا في اي وقت له احساس غريب عند الناس اللي قعدت في التحرير ونزلت ايام الثوره. طيب يعني لو اتكلمنا على حالتين منفصلتين، حاله خالد الله يرحمه طبعا ويحسن اليه، وحاله مينا الله يرحمه برضه ويحسن اليه، ايه وجه الشبه ما بينهم في رايك؟ هقول لك، الحاله الاولانيه بتاعت خالد كان عامل زي نقطه الميه اللي نزلت على الكوبايه فاتقلبت، يعني كان في كتير حصل زيه، بس هو كان اخر نقطه نزلت في الكوبايه فالكوبايه اتقلبت، ناس فارت هاجت زي ما يكونوا مستنيين حاجه تحصل عشان خلاص يطلعوا الثوره اللي جواها. ونفس الموضوع هنا بالنسبه لمينا، مينا الحادثه اللي حصلت له دي، وانا قلت لماما الكلام ده، قلت لها الناس دي مش هتفوق تاني او تحس ان احنا ما الثوره لسه 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 في اولها، مش مثلا خلصت، لا احنا لسه في اولها. دي بروفر اللي عدت. لكن دي لسه في اولها، فهي دي الشراره اللي فعلا هتقوم الثوره تاني وهتخلي الناس تنزل تاني مش تسكت. الا لو حصل استجابه للمطالب والحلول السياسيه، مش هيحصل. كانت حصلت، لو حد كان عايز يعمل حاجه كان عملها قبل ما المصيبه دي تحصل. ده رايي، وكان في ايديهم يعملوا كل ده. انما انت حاسه ان حصل تباطؤ، فده انا ادى للتوتر والاحتقان اللي حصل. انا بطالب يعني الناس اللي كانت نازله في المسيره دي زي ما انت قلت، مسيحيين ومسلمين، مصريين، فايا كانت الناس اللي نازله في مظاهره، انت دورك ان انت تحميهم وتامنهم هم، مش تامن مبنى. فايا كان المتورط او في جهه تحقيق، المفروض جهه التحقيق دي تبقى محايده، ولا من الجنب ده ولا من الجنب ده، محايده عشان تطلع التحقيقات سليمه، واللي يطلع مدان يتعاقب ايا كانت سلطته، ايا كانت قيادته، لازم يتعاقب. ايا كان سلطته لازم يتعاقب، يعني تطبيق القانون لازم زي ما الناس كلها بتطالب، والا هتبقى ما والا ما يبقاش في نتيجه، هتبقى فوضى. تمام، هنكمل مع اسره مينا دانيال وأسرة خالد سعيد بعد الاستراحة الإعلانية في مصر الجديدة، اوعوا تروحوا في أي حتة. روعي طعم وريحة الزبدة الفلاحي وتحدي، مش كفايه ان انا ساكنه على اوضتك. تايجر اكبر وسيطر. مجموعه شركات مارسيليا، مشيد لنبني حياه. باذن الله هنقدر نخلي الطعم دار الطب، حلمك هيبقى حقيقه. هو كده الانتعاش. سر الملوخيه السر الحقيقي في طعم الفلاح اللي في روابي، والترميله تشهد. روابي طعم ريحه الزبده الفلاحي وتحدي. طيب دلوقتي هنستمع لصديقنا حماده. انا عارف ان بعد الثوره كلنا المفروض ننتج للبلد، بس مش قادر بصراحه، نفسي اريح. هو ايوه انا عندي نفس المشكله دي. صديقي حسام انا ملاحظ ان دمعتك قريبه. ايه ده، انت خدت بالك؟ انت اول ما تلاقي الحماسه واخداك تاخد نفس وتقول هوب وتكتم. عشان ايه؟ الهوب ما يخليش الدمعه تفض. نرجع لمشكلتك مع الشغل يا حماد. الرجوله مش سهله، اشرب بيرال، مشروب شعير طبيعي، طعم يغطي على المر اللي بندوقه. بيرال زحمة كل يوم؟ وإيه يعني؟ شغل كتير، بس أنا قده. والمشاكل؟ كلها تتحل بابتسام. والولاد؟ دول بقى متعتي. إيه ده؟ مسقعة؟ ورقيقة كمان. ومش خايفة من مشاكل الهضم؟ ده كان زمان. أكتي لايف. طبعًا جهينة أكتي لايف. مع ضغوط الحياة اليومية والأكل تقيل بتظهر مشاكل الهضم. زبادي أكتي لايف الوحيد بخميرة البروسانيتس اللي كل الأبحاث أثبتت فعاليتها الأكيدة على تنظيم الهضم. كل الصحة، كل الطعم. لا يوجد منتج يساعد على الهضم أفضل من زبادي جهينة أكتي لايف. تحرير بصري. ايه؟ تحرير
مش سامعك. تهويه مصريه. استرح. مصر محتاجالك. استركن. شو هالليلة؟ فضة دريكس تبدأ الآن. يلا. تويكس بسكويت كراميل شوكولا. تويكس، وقف لحظة وعيشة من قلبك. أنا جيت اتبرعت بمبلغ بسيط جدا وأنا مش مكسوفة. والمبلغ البسيط ده بيفرق، يكمل يجيب جرعة لطفل يشفى من المرض اللي عنده. يا رب حتى يكون معايا 5 جنيه هاجي برضه. مش بقول لك تبرع حتى بجنيه قلب التلفزيون، كل واحد على جد. ممكن في علاج النهارده، ممكن بكره ما فيش نجيب علاج. لازم نرحم نفسنا ونرحم الناس. عاوزكم تيجوا تتبرعوا هنا من اجل الاطفال. انت اللي هتستفادوا وتخش الجنه ان شاء الله، بس ربنا يديكوا طول العمر. الخامسة مساء على الحياة 2. رولا شو قريبا وحصريا على الحياة 2. لتربح سيارة البرنامج ابعت SMS على الرقم 95-238 اكتب فيها رولا شو. مجموعة شركات مارسيليا. مشيد لنبني حياة. مش كفاية ان انا ساكنة على قطة تايجر. اكبر وسيطر. روعي طعم وريحة الزبدة الفلاحي وتحدي. ثورة جميلة وحلوة وانت معايا، ويضاف الى ذلك هنا هنا. طيب النهاردة احنا بنقترب من المشاعر الانسانية، اذا كانت السياسة علشان يعني حال المواطن وحال البشر، فاحنا النهاردة بنستضيف البشر، البشر اللي ضحوا بولادهم في سبيل المطالب وفي سبيل الحقوق.
والحرية والعدالة وكل المبادئ الحلوة اللي بتنادي بيها كل الثورات. هبدأ مع أم مينا، وسؤالي ليكي لو كلمة لو ما بتفتش كتير، أنا عارف، إنما أدينا بندردش مع بعض وأنا عارف حالتك ومقدرها وبشكرك على وجودك وربنا معاكي وربنا يصبرك، لو عاد بيكي الزمن من جديد كنت هتسمحي للمرحوم ان هو يشترك في المظاهرات؟ يشترك عشان الحرية، عشان العدالة، يشترك عشان الحرية والعدالة وعشان وطنه، وعشان وطنه، وطنه ما يضحش، عشان وطنه ما يضحش. مصر غالية علينا، مصر غالية علينا، مصر ام الدنيا، مصر زهرة العالم كله، مش عايزينها تضيع، مش عايزينها تضيع. اخر مكالمة ما بينك وما بين مينا كانت امتى؟ واخر حاجة سمعتي صوته قال لك ايه؟ يوم الحد، الحد يوم اللي هو يوم السبت يا رب سامحني، اللي هو السبت. اخر مكالمة اتصل بي بابوه وبعد كده قال لي خدي كلم ابنك مينا، كلمته وقعد يحكي معايا، وازاي اخواتك يا حبيبي عاملين؟ قال كويسين. وازاي اسحاق؟ قال كويسين يا ماما. وزي اختك ماري عامله حبيبي بالنسبه في الزيتون وحنا في عزبه النخل؟ قال لي يا ماما ماري دي فصل ما شفتهاش. قال لي كده يا مينا دي امك الثانيه يا حبيبي، ما تقول شهر ما شفاش؟ قال لي خلاص يا ماما انا اروح عندها. فعلا راح عندها يوم الحد، راح عندها يوم الحد اتغدى عندها ومشى على عملت له الملوخيه. ما هو كان يحب الملوخيه، وكان احلى اكل عندي الملوخيه بالبتاو بتاع الصعيد، بالعيش البتاو. نحبها جو ياكل، يقول يا ماما شبعانش، اقول يا حبيبي ما بحب مخي حلا بالبتاو. كان مربي كده شعره، عامل يعني عامل ستايل معين. هل هو كان بيشبهوه فعلا بجيفارا؟ هو كان نفسه في كده، هو كان نفسه في كده. يعني قال لك الكلام ده؟ لا ما قالوش، انا قال لاخواته. يعني كان معروف عندكم في العيله ان هو بيتشبه بالمناضل جيفارا. قال لاخواته. والده خالد، مدام ليلى، حضرتك قلت لي من شويه اولا انك كنت بتباتي في ميدان التحرير، انت وزهره، وعرفت ان ميري كمان كانت بتبات في التحرير. يعني الحقيقه انا قاعد في وسط مجموعه من الثورجيه، طبعا. يعني حتى بيقولوا لي ان هم يوم موقعة الجمل كانوا بايتين في التحرير، لدرجه ان هم يعني اتورطوا ان هم ما بقوش عارفين يروحوا حتى من الاحداث اللي حاصله. فحضرتك معلش احكي لي المشهد تاني، لان انت بتقولي ان انت كنت دايما بتشوفي صوره خالد قدامك. في التحرير، احكي لي. انا كنت عند بير في الدور التاسع، بيبص على الصينيه الميدان في الدور التاسع في ميدان التحرير. فشايفه المفارق كلها. فكنت تعبانه يومها، واضطريت اقعد عنده فوق. في طبعا هو فاتح بيته لكل الناس، لكل الناس، يعني البيت مفتوح، كل اوضه فيها 20 نفر كلهم. من الميدان فتح لهم الشقه كده طول النهار والليل، يطلعوا يرتاحوا، ياكلوا يشربوا، اللي عايز ياكل ويشرب ويرتاح. انا دخلت، رحت داخله، كان ضغطي عالي جدا وتعبانه، فدخلت على السرير، فبقوم ببص من التراس بتاعه، سمعت خبط جامد، فببص كده لقيت الجمال داخله والحصينه وحاجات غريبه، فقلت زهره الحقي ده في جمال. قالت لي انت سخنه ولا عيانه؟ هو باين عليه الضغط عالي قوي. فقلت لها والله في جمال داخله، طب تعالي بصي. زهره افتكرتيها انت اكيد جالك ضربه شمس، احنا مش قاعدين فين يعني؟ في الهرم. قلت لها طب خش. لا مش مصدقه. لا جمال اللي داخله، ايه اللي يجيب الجمال التحرير؟ قلت لها احنا مش قاعدين في الهرم ولا في، لا انت اكيد سخنتي. قلت لها اكيد سخنتي من المشي تحت. مشاكل. وبعدين فراحوا كلهم جري، قعدوا بقى يصوروا المنظر، وشفناهم الشباب بتوعنا بقوا يشدوا رجل الجمل منديله وبعدين يكعبلوا من يروحوا بقى وقعوا حاجات كتير، وحسينه وحمير وحاجات كتير، ما اعرفش ايه اللي داخل بقى.
ناس كتير جدا. بس كانت المصابين بقى طبعا في قناصه يجروا يشيلوهم بالالاف. والله بالالاف كان منظر غريب. لا بس اللي كان بالليل كان اكتر من اللي لفت بالألاف. نظري ان ميري كمان اخت مينا كانت موجوده في الميدان برضو يوم موقعه الجمل. كنت بتعملي ايه في الميدان؟ انا كنت بايته ليلتها وروحت الصبح وروحت يا دوب سمعنا ان في ضرب وفي موقعه الجمل. كنت بايته في الميدان؟ اه كنت بايته. وكان معاكي مينا؟ وكان معايا مينا. اه كنت بايته انا وشيرو ومينا، واحيانا كان ميلاد اخويا بيجي برضو يبات معانا. اه فيا دوب احنا روحنا من هنا وسمعنا ان كان في ضرب. طب انتوا كنتوا بايتين في الميدان ليه؟ اساسا انتوا كنتوا مشاركين ليه؟ عشان بلدنا، عشان عايزين نعيش. اه عشان بلدنا مظبوط. بس كان ايه يعني ايه اللي انتوا ساعتها حاسينه او ايه التغيير اللي كنتوا عايزين تشوفوه؟ عايزين مصر حلوه، عايزين النظام كله يتغير. يعني ميري خليني اكون صريح معاكي شويه، هل مشاركتكم في الثوره كانت بسبب احساسكم بان انتم محتاجين حد ينصف الاقباط، يتعامل مع مشاكل الاقباط بين الكنائس، الامور اللي طلع عشانها مينا، ولا انا غلطان؟ هو مينا طلع عشان الكل، عشان كل حاجه غلط في مصر، مش عشان قضيه الاقباط بس. يعني مينا كان قضيه الاقباط دي حاجه من ضمن، يعني من ضمن القضايا الكتيره اللي احنا بنعيش فيها. وانا نفس الحكايه، احنا لو في سياده القانون في البلد مش هيبقى في قبطي ولا مسلم ولا اي حد. لو في سياده، لو في قانون بيعاقب يرضع اي حد، الوزير هيتحاكم زيه زي الغفير. صحيح. لكن احنا عايشين في بلد ما فيهاش قانون، ما فيش سياده القانون، فاحنا كنا عايزين البلد تمشي صح. يعني طموحنا ان مصر تبقى حلوه، نعيش مواطنين شرفاء على البلد. بصرف النظر عن الديانه؟ لا بصرف النظر، احنا كلنا مصريين. يعني احنا نفسنا ده اللي كنا بننشده، ان يجي اليوم اللي مفيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي، كلنا مصريين تحت سماء واحده في ارض مصر واحده. تمام. زهره سؤالي ليكي، بعد ما حصل اطاحه بنظام سياسي معين ووضعه في القفص، في قفص الاتهام، ومصوله امام القضاء المصري، رموز النظام كلهم، يعني مش عايز اتكلم على شخص معين، هل انت شاعرة كده ان حق خالد، حق مينا، حق الشباب اللي دفعوا حياتهم تمن يعني جه بالطريقه دي؟ لا مش حاسه. لا انا من اول مره وانا قلت لهم دي مسرحيه وهتفشل وفيلم عاملينه علينا ومش صح. الناس دي لو اتحكمت كانت اتحكمت عليها من اول يوم. الادله كلها واضحه، مش محتاجه كل ده وكل الافلام اللي عاملينها دي، السرير داخل وسرير خارج وبعد كده يطلع يمشي على رجليه، يعني حاجات مش طبيعيه. الناس اللي واقفه بتسلم عليه على العدلي، يعني كلهم في بعض. فكلام ما يخشش دماغ عيل صغير، مش ناس كبيره نازله عارفه انها نازله عشان تسقط نظام. الغلط في الثوره دي ان هي مش ملهاش قائد يحكم ساعه ما وقع نظام، فتثابت عايمه. هو دي المشكلة. طيب سؤال برضو لوالدة خالد، معلش أنا تقلت عليكي في الأسئلة. لا. شايفة المستقبل إزاي؟ شايفة الشارع المصري دلوقتي بيحصل فيه أحداث كتيرة، تفاعلات، ساعات بيحصل فيه عنف، الحالة الأمنية كل الناس بتشكي منها. عايز أعرف، ما أنت مواطنة مصرية برضو. ما هي دي